مرحبا بكم مرة أخرى. جدل كبير يلف مسألة هدم مقر مبنى الحزب الوطني في مصر. حملات عديدة انطلقت للمطالبة بوقف الهدم لما يحمله المبنى من دلالات على ثورة 25 من يناير. نناقش هذا الموضوع بعد التقرير التالي. يشهد هذا المكان على ثورة شعب عصفت بنظام حكم مصر على مدار سنوات. كان فيها هذا المبنى مقر الحزب الوطني المنحل رمزا للنفوذ والسلطة. وبرغم العديد من الأفكار التي طرحت لتحويل المبنى إلى متحف يؤرخ للثورة المصرية أو على الأقل ضمه للمتحف المصري، إلا أن الحكومة قررت مؤخرا هدم المبنى وإسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة. القرار الذي أثار غضب البعض دفع المفوضية المصرية للحقوق والحريات لتبني حملة جمع توقيعات شعبية لرفض هدم المبنى لكونه أحد أهم معالم الثورة المصرية ولقيمته التاريخية والمعمارية، حيث سبق تسجيل المبنى بقائمة المباني ذات القيمة الخاصة بالقاهرة. على الطرف الآخر، يدعم البعض قرار الحكومة المصرية بهدف استغلال مساحة المبنى الواسعة لتحويلها إلى رقعة خضراء. 4 سنوات ظل خلالها مصير هذا المبنى مجهولا، لكن ها هو الآن يعود لإثارة الجدل من جديد. فهل تنتهي حكايته ورمزيتها بهدمه، أم يكون للمصريين رأي آخر؟ أرحب مجددا بضيفي في الاستوديو، الصحفي والمدون وائل عباس. أهلا وسهلا مرة ثانية. هل الأفضل أنه مبنى زي الحزب الوطني المحترق يبقى زي ما هو كده بقاله كذا سنة، ولا أنه يتهدم ويتعمل مكانه حاجة مفيدة؟ بص، أنا شخصيا ما عنديش موقف محدد من هدم المبنى أو بقائه أو كده، بس في دول مثلا ألمانيا فيها حصل بعض المدن حصل فيها هدم وحرب وتدمير وخراب وكده، فسابوا بعض المعالم، يعني حتى كنيسة متهدمة مثلا في برلين عشان تعبر على الخراب اللي حل بألمانيا لما كان بيحكمها ديكتاتورية، فسابوها كمنظر يبقى يسيب ذكرى للناس أو يفكر الناس بأهوال الحرب وخطرها. بعد إزاحة تشاوشيسكو في رومانيا مقصر البرلمان كان في كلام كتير ان احنا عايزين نشيل القصر ده اللي هو كان رمز لديكتاتورية تشاوشيسكو، وازاي ان هو دمر منطقة كبيرة من المنطقة الأثرية القديمة بتاعت بوخارست العاصمة الرومانية، وفي الآخر استقروا على ان هم يسيبوا هذا المبنى. قصر الثقافة في وارسو برضو اللي كان بناه الاتحاد السوفيتي كهدية للحكومة الاشتراكية في بولندا في فترة الستار الحديدي، كان في برضو كلام على ان هو لازم يتهدى علشان ده كان نموذج للتحكم او كان رمز للتحكم السوفيتي في دولة بولندا، بس في الآخر قرروا ان هم يسيبوه. مقارنة بقصر البرلمان في بوخارست وبقصر الثقافة في وارسو، المبنى بتاع الحزب الوطني مبنى سوفيتي قبيح، يعني بينتمي للحقبة الروسية النصرية، ما فيهوش أي ميزة جمالية أو كده. لكن السؤال اللي هيطرح بقى قيمة الأرض اللي عليها المبنى، قيمة المكان، كيف سيستخدم بعد ذلك، إلى من ستؤول ملكيته، وأتمنى أنها ما تقولش للجيش زي حاجات كتيرة عمالة بتقول للجيش اليومين دول. بس أنا في حاجة سمعتها النهاردة أن هم هيضموا الأرض للمتحف المصري، والمتحف أصلا هيتنقل للهرم، فمش عارف مدى صحة هذه المعلومة يعني. طب خلينا نشرك معنا في اللقاء سيد محمود إبراهيم، نائب مدير مركز الاتحادية لدراسات شؤون الرئاسة. أهلا وسهلا يا أستاذ محمود. ألو، أيوه، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أستاذ محمود، رأي حضرتك إيه بشكل عام في الحملات التي تطالب بوقف هدم مبنى الحزب الوطني؟ يعني مبدئيا، هل المبنى هندسيا، هو سؤال البعيد حتى عن الخلافات السياسية، هل المبنى هندسيا صالح إنه يتم استكماله وإنه يعيش يترمم ويعيش، ولا هو يجب هدمه عشان ما يبقاش خطر على حياة اللي هيكملوا فيه أيا كان هم مين؟ المبنى بالمناسبة، المبنى العالي ده مش هو مبنى الحزب الوطني، ده مبنى المجالس القومية المتخصصة، وكان فيه بنوك وكان فيه مؤسسات حكومية. مبنى الحزب الوطني هو الدورين الصغيرين اللي جنب المبنى ده، اللي هم زي فيلا او حاجه لوحدهم كده، اللي هو كان عليهم اليافطه الشهيره ان هي حزب ايوه اليافطه بالظبط.
بالظبط، اللي هم في يوم اليافطه اللي هي بتاعه الحزب، انما المبنى الطويل ده العالي ده مش بتاع الحزب الوطني. والمبنيين ملك مجلس الشورى، كان مأجرهم من ايام الاتحاد الاشتراكي، هو يملكهم مجلس الشورى، لو ما بقاش في مجلس الشورى وبالتالي فهيروح يعني مؤقتا لوزاره العداله الانتقاليه ومجلس الوزراء. وبالتالي الجيش ملوش دعوه، هم يعني ملك الدوله، يعني دول ملك الدوله. يتحولوا متحف، يتحولوا جنينه، دي مساله يعني انا اعتقد انها تحصيل حاصل. هو رمزيه المساله انتهت، عصر الحزب الوطني انتهى بما له عليه. يعني هو مش كانش حاجه وحشه، هو حزب له زي اي حزب سياسي، ليه اخطاء ربما تكون كبيره ربما تكون صغيره، التاريخ يحكم عليها. الرمزيه دي منتهيه، محدش، المبنى ده مش ملك يعني شخص او ملك حد، هو ملك الدوله خلاص رجع لها. يعني انا مش يعني مش حاسس او مش شايف انه في ربما تكون الحكومه حابه انها يعني ما تتخلص من هذا الرمز يعني برمزيته، ان كان ليه رمزيه، انا لا اعتقد انه ليه رمزيه، لكن ان كان ليه رمزيه فربما تكون الحكومه حابه تتخلص منها. يعني مساله تحصيل هو حاصل. استاذ وائل، يعني استاذ وائل معانا هنا بيتكلم على تجارب في وارسو وفي رومانيا، ازاي انه في مباني مهدمه لكن تركت حتى تكون يعني ذكرى للاجيال القادمه بما حدث، فحضرتك هل شايف ان في يعني رساله سياسيه ممكن تكون وراء قرار الهدم؟ والله ان كان ترك المبنى بالشكل دون وانه يعني يبقى فيه للاجيال القادمه، انا اعتقد انه لا احد يرضى بغض النظر عن اي اختلاف سياسي بهذا القبح في هذه المنطقه. يعني هي منطقه يحيط بها فنادق جميله والنيل وبعض المناظر الكويسه، فيعني المبنى يا يترمم يا يتشال، انما يسيبه عشان مش عارف ايه، اللي هو مش مبنى الحزب، يعني هو مش مبنى الحزب بالمناسبه، فلكن نسيبه عشان يبقى فيه عبره، يعني شايفها مبالغه، مع احترامي لصديق وائل يعني مبالغه مش في محلها. يعني لا هو رايه، هو مش رايين، انا ما هو مش واخد موقف، هو مش واخد موقف محدد من الموضوع، هو مش واخد موقف يعني. هو كان بس بيعرض بيقول ان في دول بترى في هذه المباني المهدمه بشكل عام يعني تذكير بلحظات يعني مهمه. هيروشيما وناجازاكي فيها مباني ما زالت قائمه من وقت وقوع القنبله، وسايبينها عشان تفكر الشعب الياباني بأضرار الديكتاتورية برضو وبأضرار الحرب العالمية وبأضرار القنبلة الذرية. ما اعرفش هل هذه المناظر او هذه المباني بهذا القبح، لانه بعيدا عن اي سياسة او اي حاجة، المبنى شكله قبيح بهذا الشكل. يعني هل مثلا سيتم ترميمه جزئيا او كده؟ يعني اعتقد احنا عدينا المرحله دي، وانه كمان هو في منطقه حيويه، فايا كانت الطريقه اللي هو هيتم استغلاله بيها اتصور انها تكون افضل بكتير من انه يترك بهذه الحاله. وكل ده برضو بعيدا عن المساله السياسيه او دلاله سياسيه للموضوع، انه ده اصل هو الكلام على انه هو يعني قال للهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، يعني مثلا مش ضمن للمتحف او كمشروع استثماري، لا يعني هو الموضوع دخل مع القوات المسلحه، ففي برضو رساله اخرى اكيد وراء هذا القرار. يعني لا اعرف انه يعني ما اعرفش القرار ده فين او رقمه ايه او كده، يعني لم اطلع عليه، لكن تكون الهيئه الهندسيه هي المكل اليها هدمه كمقاول، يعني كجهه مقاولات، لكن لا اتصور انه هو ملك مجلس الشورى، واموال مجلس الشورى ستقول اما يعني لمجلس الشعب او مؤقتا لوزاره العداله الانتقاليه المشرف عليها لحد عوده مجلس الشعب وتقرير ايه اللي هيحصل في كل اموال واملاك مجلس الشورى. وهو كان مثلا في يعني المجلس الاعلى للصحافه كان احد الهيئات اللي هي التابعه لمجلس الشورى، كان في المبنى ده. كان له دور فعلا. اشكرك شكرا جزيلا سيد محمود ابراهيم، نائب مدير مركز الاتحاديه لدراسات شؤون الرئاسه، كما اشكر ضيفي في الاستوديو سيد وائل عباس الصحفي والمدون، كنت معنا. الشكر موصول ايضا اليكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، القاكم في حلقه جديده يوم غد بتوقيت مصر، في امان الله.